لمزيد من المتابعة عن تطورات الأوضاع مشاهدينا الكرام في غزة، معنا هاتفيا من إسطنبول الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة الدكتور جمال عبد الستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور جمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام أخي. أهلا بكم. في البدء دكتور جمال، بعد أكثر من 260 يوما من العدوان على غزة، كيف تقيمون ثبات المقاومة على الرغم من استخدام الاحتلال كل أساليب التدمير واعتماده وبطرائق وحشية على الأسلحة المتطورة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المقاومة الحرة في غزة علمت الناس وعلمت البشر كيف يدافعون عن وطنهم وكيف يقدمون النماذج العالية عسكرية واستراتيجيا وإعدادا وترتيبا وخططا وتنفيذا وثباتا. وسيقف التاريخ كثيرا عند هذه الملحمة البطولية التي لم تشهدها أو لم يشهد العالم المعاصر أو صورة كهذه. وبالتالي هذا الثبات الأسطوري في التخطيط والترتيب وتعرية الوجوه في العالم بأسره، سواء كانت منظمات دولية تدعم هذا الاحتلال أو مؤسسات عالمية أو دول بكل ما أوتيت من قوة تدعم هذا الكيان المعتدي بالأسلحة ومع قوة على وجه الأرض مع اعتمادها وتحالفها، أن تزيل حماس أو أن تغير المعركة لصالحها أبدا. بل كل يوم هزائم متكررة، انقسامات في الجزء السياسي، تشويه للصورة التي رسمها الاحتلال على مدار عصور وأزمنة، سقوط للأنظمة التي كان يحتمي بها. إذا نحن الآن أمام نصر حقيقي حققته حماس بثباتها الأسطوري وأدائها العلمي الرائع، وهذا يعني إن شاء الله بعده في حماس وفي غيرها. نعم دكتور جمال، أود أن أقول لك ما صرحت به وكالة بلومبرغ، ذكرت أن جيش الاحتلال تراجع عن هدفه المعلن للحرب وهو القضاء على حركة حماس، والآن نتنياهو مؤخرا بدأ يركز في أثناء تصريحاته على ملف الرهائن أكثر من حديثه عن القضاء على المقاومة. باعتقادك دكتور جمال، هل أدرك الاحتلال أن حماس تمثل رقما صعبا في هذه المعادلة، وهل يعد ذلك اعترافا ضمنيا غير مباشر من الاحتلال بهزيمته؟ هو اعتراف صريح وليس ضمنيا، لأنه ليس التصريح الأول على هذا المضمار وعلى هذا الأساس. هم كانوا يعلنون أنهم سينهون حماس من الوجود تماما، وأضحت حماس الآن موجودة في كل نشرة من نشرات الأخبار في العالم، في كل بيت من بيوتات العالم، في كل خبر من أخبار العالم. فأضحت حماس هي الأبرز والأعلى والأرفع في العالم بأسره، ما من نشرة أخبار بأي لغة من اللغات إلا وجد خبر حماس وصمود حماس وثبات حماس معلنا فيها. فقد تم وهذا عين النصر، أن ترتفع تلك الراية التي تحملها حماس والفكرة التي تحملها حماس والقيم التي تحملها حماس. أدرك العالم بأسره وليس فقط الاحتلال أن فكرة القضاء على أصحاب الحق وأصحاب الأرض مستحيل، وهذا أدركوه جيدا. والآن يحاولون البحث عن مساراتهم تحت لهم تبقى لهم من أي معيار دولي أو محلي يعني يحسنون بها صورهم أمام الناس، لكن ظهر ضعفهم وظهر تشتتهم وظهر ما يعني عكس ما كانوا يسوقون له من أخلاق ومن قيم ومن إنسانية، فظهرت الصورة القميئة لهذا الاحتلال، وهذا عين النصر التي حققته حماس في تلك الملحمة البطولية. كما تفضلت، وكثيرون أيضا يرون دكتور جمال أن قوات الاحتلال قد تورطت بالفعل في حرب استنزاف تتكبد فيها يوميا مزيدا من الخسائر، وهي لا تقوى إلا على المدنيين. السؤال هنا، إذا كان الأمر كذلك، لماذا يصر نتنياهو على المضي قدما في هذه الحرب على الرغم من تفاقم خسائره والضغوط الداخلية عليه؟ نتنياهو يدرك جيدا وتدرك المجموعة المتحالفة معه أن كم على عكس ما كانوا يخططونه، كانوا دائما يقولون اليوم الثاني للحرب،
اليوم الثاني حرب أين ستكون حماس؟ اليوم الثاني حرب أين ستكون قيادة حماس؟ اليوم الجميع يعلم أن اليوم الثاني للحرب هو محاسبة نتنياهو، اليوم الثاني للحرب هو محاكمة نتنياهو، اليوم الثاني للحرب هو سقوط نتنياهو، فهو يحاول إطالة البقاء عبثاً وهو يدرك ذلك جيدا، وبالتالي حلفائه بدأوا يقفزون من تلك السفينة الفاسدة التي كان يستقلها للتخريب والتدمير، وبالتالي بدأوا يقفزون منها ليحاولون البقاء بعيدا عن كيانه وعن تكتله. هو أدرك أنه سقط وأنه فشل وأنه لا مستقبل له سياسيا ولا عسكريا في المنطقة تماما، وذلك هو تشبث بآخر الأنفاس، لكن هو والكيان والتحالف الذي أدركوا أن المعركة قد انتهت وأن حماس قد انتصرت وأن المقاومة ستبقى مقاومة وأن الحديث عن إزالة حماس أصبح الآن، بايدن يقول على الدول العربية أن تقنع حماس، إذا حماس هي اللاعب الرئيس، حماس هي من يعطي الموافقة النهائية، حماس هي من بيدها زمام الأمر، وماذا يكون الانتصار سوى هذا؟ الآن هناك ضغوط دولية تتصاعد دكتور جمال على حكومة نتنياهو من أجل إنهاء هذه الحرب، حتى هناك خلاف بين بايدن ونتنياهو، هل تجبر تلك الضغوط برأيكم نتنياهو على إيقاف هذه الحرب؟ وإلى أي مدى يمكن الوثوق بقدرة المؤسسات والمحاكم الدولية على كبح جماح الاحتلال ومحاكمة نتنياهو وحكومته كما تفضلت في اليوم التالي للحرب؟ نتنياهو يريد أن يهرب، ولكنه بعد أن وجد أنه لا أمل له في غزة ولا أمل له في إنهاء المقاومة، يريد أن يصنع ميدانا جديدا يحاول فيه، وهو ميدان لبنان وميدان الجنوب اللبناني، وبالتالي سيزداد الأمر صعوبة وستزداد الحرب شراسة وستزداد الخسائر. نتنياهو فعل قاد الكيان إلى الانحلال والانهيار، فهو يذهب إلى الانهيار حقيقة، وهذا ليس شعارات ولا هي دراسات علمية ودراسات استراتيجية ورؤية سياسية حقيقية. الكيان انهار من يوم 7 أكتوبر وليس اليوم، كانت بداية انهياره أن تسقط تلك الصورة التي أعلنوها في العالم، الجيش القوي والقوة العظيمة والدبابات، كل هذه الأسماء والمسميات أسقطت من أول خطوة، ولذلك يوم 7 أكتوبر هو بداية النصر وما بعد توابع لهذا الأمر. هنا سنستطيع أن نقول أن المستقبل السياسي انتهى لهذا الكيان بإذن تعالى، وأن توسيع المعركة في لبنان وفي غيرها لن يكون إلا زيادة في الخذلان وزيادة في الخسائر. لم يكن في تاريخ الكيان خسائر بشرية في جنوده وفي قيادته في تاريخ ما حدث له مثل ما حدث في تلك الأيام المباركات وهذا الانتصار الرائع. أيضا لم يستطع جيش في المنطقة العربية بأسرها لا مجتمعي أن يصمد أمام هذا الكيان الصهيوني الوقت العظيم أبدا، ولم يستطع تستطع تلك القوى العربية ولا حتى الإسلامية أن تكبد هذا الكيان. عشر أعشار ما اعترف به ناهيك عما لم يعترف به حتى الآن، فنحن أمام مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة. نعم، على المستويين العربي والإسلامي كيف ترى الموقفين العربي والإسلامي مما يجري في غزة منذ نحو 9 أشهر، وما النتائج والتداعيات التي يعني يمكن أن تترتب على هذا الموقف أو المواقف عربيا وإسلاميا؟ لقد بدا التمايز على أحسن صوره وليس على أسوأ صوره، فحينما يعني يتخلص الجسم العربي والجسم المسلم من تلك الأسماء والمسميات والتيارات والأعلام والرايات التي كانت تتغنى يمنة ويسرى بالأمة وبالوطن وبالقدس، لما تسقط تلك الأسماء وتلك المسميات فذلك دلالة نصر وليس دلالة هزيمة. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض تركمه جميعا فاجعله في جهنم، وبالتالي لا هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حينما الأمة الآن رأت أن الأنظمة التي تقف تقبع على رأسها استبدادا وطغيانا هي سبب رئيس في نكبتها، وأن الأمة في تواصل مع لبنتها الرئيسية، والأمة لم تخن قضاياها الكبرى لا مقدسات الكبرى ولا أبدا، ولكن هذه الأنظمة ظهرت بصورة التبعية الواضحة أمام الشعوب جميعا، ظهرت بالتآمر الواضح أمام الشعوب جميعا، لا قوة لها إلا على الشعوب.
ولا سيطرة لها إلا على الشعوب، ولا شوكة لها إلا على الشعوب، وأن الأسلحة التي استوردت أكثر من 4 مليون جندي عربي حول فلسطين ينفقون أكثر من 70 مليار دولار، وهؤلاء أبدا لم ينفقوا طلقة ولا خطوة لنصرة المقدسات ولا الشعوب العربية والإسلامية. من اسطنبول إذن دكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، شكرا جزيلا لك.